اهلا وسهلا، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وتكون ان شاء الله 5 زعما تشوفوا هذا الفيديو. كي مبان لكم هنايا، خلينا في هذه النقطه هذه في الفيديو اللي داز. دابا غادي نكمل معكم لا فيديو. دابا من بعد ما سالينا من بني ملال ومشينا لكاع البلايص اللي بغينا، دابا شادين طريق لزاويه الشيخ، غادي نمشيو نتغداو تمايا وان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الحاجه زوينه ان شاء الله، نتمنىها تعجبكم. يلا خليكم معايا. بغا خديت شي طاجين بولي. بولو طاجين بولي. شي قرعة د المايا. بعد ما تسدينا هنايا في زاوية الشيخ، دابا بغينا نمشيو نشوف واحد العوينة اللي معروفة هنايا في زاوية الشيخ، سميتها عوينة ديال التمدة. حنا غنمشيو نشوفوها أول مرة وغنكتشف الأجواء، ونتا نتوما إن شاء الله غنشارككم معنا وتشوفو شنو أجواء. شنو داك البطاط؟ من نظر الناس دوك البطيطات. واحد البط كان تماك في
كاين دوك البطيطات كاينين هنا ها هما نظر هذا الزيمة بات بات شجاية هجبا الحال تيري شش أبقى ذاك البط ما فاتقى مع مصبح طبيعة خطير وانا دابا غنلعب واحد الشوية مالك دون سمك هلا شوف انا زهر قلق يلا شوف انا يلا ترجع عند بالي انا هذيك هي النهايه هذه هي عين تنبا صراحة شي حاجة واعرة 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 بزاف ما صحتناش دايره بحال هكذا حنايا جينا غير زعما غير دايزين قلنا اجي ندخلوا نشوفوا هاد عين ام داك تمدا كي دايره ولكن صراحه صدماتنا والله العظيم ما توقعنا هادي دايره بحال هكا المهم جام زعما كاين المجال فين تجلس فين تقهوى فين يلعبوا الدراري واحد المنظر واحد الطبيعه ما نعاود لكمش عليها اللي بغى يجلس في الارض تيفرش اللي بغى يجلس فوق الكراسه رزان انتم شاده كريس ها هي وجلسات وممكن تجلسوا في القهاوي كاينين الالعاب كاينين بلايص كثيره هنا المهم هانتوما صورت لكم شي حاجه وان شاء الله ضروري 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 غادي نرجع مره اخرى وندوز فيها نهار كامل المهم فكره واعره بنادم يجي لها وندوز فيها نهار كامل ان شاء الله دابا البنات راه غادي نمشيو في حالتنا غادي نشدو الطريق نرجعوا لمدينه خنيفرة يلا خليكم معايا المهم خوتي خواتاتي سالات السفريه ديالنا لبني ملال كانت سفريه زوينه وخا لقينا شي شويه ديال الضبابة وشويه ديال الريح في بني ملال ماشي مشكل دوزنا نهارنا غزال وزوين دابا راح وصلنا لخنيفرة وصلنا لحيبام هذا هو حيبام
وهادو هما المقاهي ديالنا اللي في حي بام. المهم تلا لا فيديو ديالنا اليوم، نتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم والسن ديالكم.